فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل أراد أن يحج حجة الإسلام ولم يعتمر بعد عمرة الإسلام حتى الآن، فهل له أن يحج بدون اعتمار؟ ما يحج قارن، يقرن بين العمرة والحج وتكفي عن عمرة الإسلام، يقرنها مع الحج وتكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وعمل القارن مثل عمل المفرد إلا أنه تجب عليه الفدية، فدية التمتع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.